اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، لك الحمد على ما أعطيتنا ربنا، فلك الحمد والشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها. سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي أرسلته إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا،
ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي أيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما ظاهر البرهان محكم البيان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. اللهم واجعله شفيعا لنا واجعله لنا حجة لنا لا علينا. سبحانك يا منتهى أمل الآملين يا رب ويا غاية سؤل السائلين ويا أقصى طلبة الطالبين ويا أغنى رغبة الراغبين. سبحانك يا ولي الصالحين سبحانك يا أمان الخائفين سبحانك يا مجيب دعوة المضطرين يا ذخر المعدمين يا كنز البائسين يا غياث المستغيثين يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين. ها نحن بباب كرمك واقفون ولنفحات برك متعرضون وبحبلك الشديد معتصمون وبعروتك الوثقى مستمسكون. إلهنا وخالقنا ورازقنا تواضعت الجبابرة لهيبتك وعنت الوجوه لخشيتك وانقاد كل شيء لعظمتك. إلهنا وخالقنا ورازقنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون. نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد وأنك الغني عن الشريك والولد. نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله البارئ الخالق المصور الكل مخلوق بإرادتك حي بقدرتك ميت بمشيئتك
سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء، سبحان الدائم الذي لا يلحقه فناء. اللهم أنت الدائم ولا دائم سواك، أنت الباقي ولا باقي غيرك. إلهنا إلهنا، ضل من كان على سواك اعتماده، وخاب من كان في غيرك أمله. تقدست يا مولانا عن أن يرجى سواك، وتنزهت يا سيدنا على أن يستغاث بغيرك. اللهم أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، أنت أهل ألا يغتر بك الصديقون، ولا ييأس منك المجرمون. تعالى ذكرك عن المذكورين، وتقدست أسماؤك عن المنسوبين، وفشت نعمتك في جميع المخلوقين، فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين. يا ملاذ اللائذين، يا معاذ العائذين، يا منجى الهالكين، يا عاصم البائسين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كنز المفتقرين، يا جابر المنكسرين، يا مأوى المنقطعين، يا مغيث المكروبين. إن لم نعوذ بك فبمن نعوذ، وإن لم نلوذ بك فبمن نلوذ. إلهنا، ألجأتنا الذنوب إلى التشبث بعفوك، وألجأتنا الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك، وحملتنا المخافة منك على التمسك بعروة عطفك. إلهنا، ما أحلمك على من عصاك، وما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك. يا إلهنا، اللهم أنت رازقنا وأنت موجدنا، لا إله لنا غيرك، ولا رب لنا سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت من هذه في هذه الليلة من خير وسعة رزق وبركة وشفاء، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت في هذه الليلة من شر وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم وتقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وختم كتابك يا رب العالمين. اللهم تقبل هذه الختمة واجعلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. اللهم واجعلنا أسعد خلقك بك، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مجيدة، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وأصلحنا، اللهم وأصلحنا، وأصلح قلوبنا،
واهد قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح نياتنا يا رب العالمين. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم إنا ها قد حضرنا ختم كتابك وقد لذنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فلا تطردنا يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى اعط لكل واحد منا ما نوى، اللهم اعط لكل واحد منا ما نوى من الخير يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه ووفقته لطاعتك فاستعد لما أمامه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إن كنت كتبتنا من الأشقياء فاكتبنا من السعداء، اللهم وأسعدنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا ممن يأتي آمنا يوم القيامة، ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. يا رب وقفنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المرجوة رجالا ونساء كبارا وصغارا، نسألك سؤالا واحدا أن تعتق رقابنا من النار وأن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.